وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. نعم، هذا فيه دليل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب لأجل اللعب عليها أو الرفاهية بها أو تقليد الكفار، لأن الكفار يغذون الكلاب والقطط ويبالغون في إكرامها وتنظيفها وغسلها بالحمام والصابون ويعتنون بالكلاب لغير فائدة، إنما مجرد هواية فقط، ولأنهم ليس لهم أسر يستأنسون بها، يكون الواحد وحده في غرفته أو في شقته فيتخذ الكلب أو الكلاب لأجل أن تؤنسه، لأنه ما عنده أولاد ولا أحد يؤنسه، خصوصا إذا كان كبير السن فإنهم يخالطون الكلاب وتعايشهم ويعايشونها وتنام معهم في غرفهم وتأكل من طعامهم، حتى إن بعضهم يوصي للكلاب إذا مات وعنده مال أوصى به للكلاب. هذا الكفار، في شأن الكفار. وتروى قصة أن جماعة أو أسرة من الكفار كانت لهم بنت، وكانوا يغذون البنت إلى أن تبلغ 18 سنة، ثم يطردونها من البيت ويتركونها تعتمد على نفسها كما يقولون، ولا يسألون عنها ولا عن عرضها ولا عن عفتها ولا أين راحت ولا أين ذهبت. فيروى أن ناسا كان عندهم بنت، فلما بلغت سن 18 قالوا لها: أخلي لنا الغرفة فإننا نحتاجها للكلب ولا تبقي فيها. فطردوها من أجل أن يسكنوا الكلب في الغرفة. هذه أخلاق الكفار، وهذه عاداتهم وتقاليدهم. فمن العجيب أن بعض المسلمين أو أولاد المسلمين يقلد الكفار في اقتناء الكلب ومصاحبته معه في السيارة وفي المكتب وفي البيت، تقليدا للكفار من غير حاجة. هذا عليه وعيد شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط لا يعلم مقداره إلا الله، من قراريط الآخرة ليس من قراريط الدنيا. وجاء في بعض الأحاديث أن الواحد من القيراطات وزن الجبل العظيم، وزن الجبل العظيم. فإذا كان ينقص من أجره كل يوم قيراطان، ماذا يبقى له من الأجر؟ والفائدة ما هي لتقابل هذه الخسارة؟ ما هناك فائدة. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا في الحديث الصحيح. كثير من المسلمين إما أن في بيوتهم كلاب أو فيها صور معلقة، وهذا يمنع دخول الملائكة. جبريل عليه السلام لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك فسأل جبريل: لماذا؟ قال: في بيتك كلب. فبحثوا ووجدوا جروا تحت السرير ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى به بعض الأطفال، فكان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتنع جبريل عليه السلام من الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرج الكلب. فأنت كل يوم ينقص من أجرك قيراطان، والملائكة لا تدخل بيتك بسبب كلب تقتنيه، وماذا تستفيد من وراء ذلك أيها المقلد للكفار؟
فعلى أبناء المسلمين أن يتنبهوا لذلك. أخلاق الكفار ما فيها خير أبدا، كل أخلاقهم من هذا النوع ساقطة، كلها ساقطة وناقصة. والأخلاق الطيبة والرفيعة إنما هي في دين الإسلام الذي أعز الله المسلمين به. الواجب على المسلم أن يعتز بدينه وبإسلامه ولا يقلد الكفار. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لأنه لو لم يكن يحبهم لما تشبه بهم. أنت إذا أبغضت شخصا فإنك لا تقلده بل تنفر منه، أما إذا أحببت شخصا فإنك تقلده. فالتشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، فليتنبه المسلمون لهذا الأمر، وهو اقتناء الكلاب سواء كلبا واحدا أو عدة كلاب. أما القطط فلا بأس باقتنائها في البيوت، لا بأس، لأن لها فائدة في البيوت، تأكل الخشاش والفئران وليس منها محذور، ولا تمنع دخول الملائكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. فدل على جواز اقتناء القطط إذا قام بحاجتها من الأكل والشرب ولم يحبسها على الجوع والعطش. أما الكلاب فلا، إلا في ثلاث مسائل استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك للحاجة فيها إلى اقتناء الكلب. أولا كلب الصيد الذي هذا الباب معقود لأجله، كلب الصيد المعلم لا بأس أنه يكون في البيت للحاجة، ولا ينقص من أجر صاحبه شيء لأنه مرخص فيه. الثاني كلب الماشية، إنسان عنده أغنام ويتخذ الكلب لحراستها لئلا تسرق أو يهجم عليها الذئب، فالكلب يحرسها لا بأس بذلك. الثالث كما ذكر أبو هريرة كلب الزرع، إنسان عنده مزرعة فيتخذ الكلب لحراسة الزرع، حراسة المزرعة، لا بأس بهذه الأمور باقتناء الكلب، إما للصيد وإما لحراسة الماشية أو لحراسة المزارع، لا بأس بذلك. وما عدا ذلك فإنه حرام اقتناء الكلاب. حتى إنهم ذكروا من الناحية الطبية أن الكلاب فيها عدوى، فيها حساسية، وفيها نجاسة، نجسة العين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل 7 مرات، نجاسة مغلظة، 7 مرات إحداها بالتراب، نجاسة مغلظة. وإذا اقتنى الكلب فلا بد أن الكلب يشرب من مائه ويأكل من أوانيه فيصاب بالأمراض، يصاب بالأمراض والنجاسات. فلا خير في اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من 3 المسائل نظرا للحاجة، مع التحفظ من الكلب وجعل له مكان خاص وحفظ الأواني منه. نعم. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث وكان صاحب حرث. يعني أبو هريرة زاد في رواية أو كلب حرث على المسألتين الأوليين، الصيد والماشية، روى أبو هريرة أو كلب حرث يعني زرع. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز اقتناء الكلاب لحراسة السجون وكشف الممنوعات الضارة؟ هذا عاد شيء آخر، الكلاب البوليسية هذه يجوز استعمالها لأن فيها مصالح لكشف المخدرات والأشياء، كما أنه تستعمل أن القائف يؤخذ بخبره ومعرفته للأثر، فهذه أشياء يحتاج الناس إليها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز شراء الكلب ليكون كلب صيد أو حرث أو ماشية إذا كان لا يستطيع اقتناءه إلا بالشراء، وما حكم بيعه وشرائه؟ لا يجوز بيع الكلاب، لا يجوز، ورد النهي عنه، ورد النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، لا يجوز بيع الكلاب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استدل بالقياس على جواز كلب الحرث؟ لا، هذا رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يضيف للحديث شيئا من عنده، وهو الراوية المعروف الحافظ الذي هو أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية للحديث. نعم.